كرام ينضم إلينا للتحدث حول تفاصيل هذه التظاهر أبو علي الروجي مراسل شبكة شام. أهلا بك أبو علي، إذا كنت تسمعني بوضوح. نعم، أسمعك أكثر. أهلا أبو علي، يعني ما هي تفاصيل تظاهرات اليوم في إدلب؟ تفضل. نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ردا على أفعال المتطلعين بقناع الثورة وكل من خالف أهدافها ومبادئها واستنكار بأعمال من أعمال لا إنسانية، خرج أهالي البلدة بل أهالي بلدات محافظة إدلب في عموم المحافظة في بسقلة وفي كفا قفارير وبعض أو جميع المدن في محافظة إدلب المحررة في جمعة اليوم اسموها سلاحنا لا للمناطق المحررة، سلاحنا للجبهات. هذا العنوان الذي أطلقه السوريين اليوم على اسم هذه الجمعة نتيجة الأفعال التي خاضها بعض المتسلقين على الثورة وبعض الذين خرجوا عن نطاقها وعن سيرها الصحيح، ذهبوا إلى المناطق المحررة ليعمل لهم التشكيلات والأمور العسكرية التي تخصهم وتخص سياساتهم الخارجية. الآن السوريون يطالبون في هذه الجمعة بأن يتوجه ذلك السلاح الذي خرج ضد بشار الأسد ونظامه، خرج إلى توجيهه إلى المعسكرات، معسكرات النظام. الآن جبهة وادي الطيف، هناك الكتائب المشاركة جميعها في وادي الطيف مرابطة. الكل يرجو من تلك التشكيلات التي انحرقت او تسلقت على الثوره ان تتوجه الى واضي الطيف، الى معسكر القرقيد، الى معسكر المعصره، الى مدينه جسر الشغور، الى مدينه ادلب. هناك جبهات واسعه في محافظه ادلب وهناك مناطق كثيره لم تحرر بعد. لماذا هذا السلاح الذي كلف السوريين الغالي والنفيس الذي اتى به هؤلاء الثوار بدماء الشهداء وارواح اغلى ما لديهم، لماذا يذهب هذا السلاح الى تلك المناطق المحرره ان كان لمحاربه من كانوا متسلقين حتى الذين انحرفوا؟ هذا السلاح يجب ان يتوجه الى المناطق التي يوجد فيها ضباط النظام لكي لا ينحرف الهدف. نعم، اليوم خرج السوريين في هذه المظاهرات. نعم أبو علي، يعني هل من يعني خروقات واجهت هذه التظاهرة من قبل جيش النظام؟ المناطق المظاهرات خرجت في المناطق المحررة بشكل عام في هذا اليوم، لأن المناطق التي يوجد فيها النظام لا يستطيع الأحرار أن يقوموا بتلك المظاهرات. مثلا مدينة جسر الشغور يوجد فيها أكثر من 30 حاجز للنظام لا يستطيع الإحراق المظاهرة. حتى المناطق القريبة من النظام يقوم النظام بقصفها يوم بعد صلاة الجمعة، تكررت حالات عديدة بقصف المساجد أثناء خروج المصلين من صلاة الجمعة، وحتى بعد خروجهم بعدة دقائق أو حوالي ربع ساعة بغيت إصابة أكبر عدد من المصلين كونهم مكان تجمع. وإن كانت هناك مظاهرات سوف تضرب المظاهرات. أيضا المناطق المحررة التي نوعا ما القصف لا يأتيها بشكل يومي أو بشكل اعتيادي، يقوم الأحرار بمظاهرة والتعبير عن حريتهم، ومثل ما تحدث أن هذا اليوم هذه الجمعة سلاحنا لا للمناطق المحررة، سلاحنا للجبهات، يوجه فيها الثوار ثوار السلمية إلى الثوار التي قاموا بهذه الثورة، ثوار السلاح إلى توجيه هذا السلاح الذي غنموا والذي اشتروه بدم الشهداء إلى الشبهات وليس للمناطق المحررة وليس لتمديد الولاءات والسياسات الخارجية. طيب أبو علي أشكرك شكرا جزيلا. أبو علي الروجي مراسل شبكة شام لهذه التفاصيل.